في اخبارنا اليوم حمله بلديه العاصمه على السيارات تستغل الاماكن العامه والسيارات المهمله بالشويخ والاماكن الصناعيه. البلديه مو بس بالاماكن، بالجليب سيائير واقفه فيها كل انواع المخدرات وانواع المحلي. مطار الكويت في سيارات واقفه وهذا خلل امني كبير، ارجو ان تهتمون فيه. عايز سوى اتكلم، اعطوني التقرير. طبعا الحمله هذه ما جت الا على توجيهات المدير العام المهندس احمد المنفوحي. الحملات هذه طبعا مستمره في مناطق الصناعيه ومحافظه العاصمه ككل. طبعا الحين تركيزنا يكون على اللي هو منطقه الشويخ الصناعيه، منطقه الري، ومنطقه الشبره اللي هي شويخ ثلاثه. طبعا الحمله مستمره في منطقه شرق ام المناطق الصناعيه، ومستمرين الان هناك المفتشين ما يقصرون ورؤساء النوبات. طبعا مستمره حاليا احنا هني في محافظه العاصمه في الشويخ، والمراكز الثانيه شغاله طبعا جميع مراكز محافظه العاصمه. طبعا الحين احنا على الدائر الرابع عند مقابل مكاتب السيارات، ومتجهين الان الى المكاتب الثانيه اللي داخل الري. وطبعا الحمله هذه مستمره بشكل يومي. طبعا الحمله هذه الان طبعا تقريبا 40 سياره تم حملها ونقلها الى موقع حجز السيارات، ومستمره الحمله الى مكاتب الري حاليا. طبعا الاحصائيه 170 تقريبا ملصق اليوم هذا، زائد امس بعد 170 ملصق، زائد مخالفات تقريبا 47 مخالفة اشغالات طرق. وانصح صراحة في عدم ترك السيارات المهملة وفي الميادين والساحات وتطبيق القانون واللوائح البلدية. نروح الكويت والناس، فاصل ورد.